السلام عليكم، ان شاء الله قاعد تكونوا غايه وصحتكم بخير يا رب العالمين. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم وصفه جد اقتصاديه وفي نفس الوقت الطعم نتاعها رائع وطريقه تقديم ايضا راقيه وفعلا يعني تستحق التجربه. واش راح نحتاجوا في المكونات نتاع الوصفه نتاعنا؟ كما كنت نقول لكم هي اقتصاديه، والاهم انه ما فيهاش يعني ولا نوع من اللحوم. واش راح نحتاجوا في المكونات؟ نحتاج كمية من البطاطس المسلوقة، يعني على حسب عدد الأفراد العائلة نتاعك تأخذي كمية من البطاطس تغسليها ولا تقطعها لمربعات وتحطيها تسلق مع شوية نتاع الملح. نحتاج أيضا الفص ولا زوج فصصات نتاع الثوم نتاع على حسب الرغبة نتاعك، واش تحبي يعني طعم الثوم يكون عندك في الخليط نتاعك ولا لا. نحتاج كمية من القزبر والمعدنوس، ولا بغيتي ديري غير القزبر وحده تقدري تكتفي بالقزبر لوحده. نحتاج التوابل، انا ننصحك انك تستعملي التوابل اللي انت راح ترتاحي فيها، يعني تقدري تستعملي الكمون، راس الحانوت، الفلفل الاحمر، بطبيعة الحال تكون عندك البطاطس ملحة، تقدر تستعملي الثوم بودرة، البصل بودرة، شوية نتاع السكين جبير، شوية نتاع القرفة الا بغيتي، يعني التوابل تكون اختيارية. تخلطي هذوك المكونات كاع مع بعض، ومن بعد تشكلي كرية، هذيك الكرية تفتحيها في الوسط وتحشي الحشو والجبن نتاعك، الجبن اللي انت تعتمديه في المطبخ نتاعك، وتاخدي هذوك الكريات وتسد فيهم في هذاك المول تاع السيليكون الخاص بالإسكيمو، وتخليهم في الثلاجة يعني في المجمد يبردوا مليح باش كي تقليهم ما يتخسرلكش يعني الشكل نتاع الإسكيمو نتاعك. من بعد ما تجبديهم التلاجة يعني نديرو نخفقوا البيض ونبقاو نديرو في البيض، من بعد في الفارينة، ومن بعد عاود تاني في البيض، ونعاود نديروهم في الخبز المحمص المطحون هكا باش نتحصلوا على واحد الطبقة تكون جد مقرمشة، ونعاود نرجعوهم للتلاجة للمجمد يبردوا، يعني باش يكون الشكل نتاعهم يكونوا متأكدين بلي مرش يتخسرنا الشكل. من بعد تقلي المعقودة البريستيج ولا الإسكيمو المالح نتاعك في زيت يكون يعني سخون باش تحصل على هذيك القرمشة من برا. ان شاء الله تكون عجبتكم الفكرة نتاع اليوم، يعني فقط انا بغيت نشاركها معكم باش كاع نستفادوا مع بعض. ما تنساوش تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وتخليوا لي تعليقات نتاعكم الشابين، ونقولكم سلام.